اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته. صدق الله العظيم. عسلي ومرحبا بكم يا جماعة في فيديو اليوم. أول حاجة ساعة نحب نشكركم برشا 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 على التفاعل متاعكم وعلى التشجيع وعلى الحب الكبير متاعكم، وعلى كل واحدة بعثت لي ميساج وتسألني وتقول لي أعطيني الانستغرام متاعك باش نبعث لك، وعندي لكم برشا مفاجئة تستنوني. البنات برشا عجبكم الفلوغ وطريقة تصوير الفلوغ ومتوحشين تونس، برشا يتبعوا فيا من الخارج. نحب نبوسكم الكل واحدة واحدة واحدة، ونتمنى لكم الكل تروحوا على قريب ونتقابلوا في تونس ونعملوا دوليشة ونحوصوا في الأسواق وسقبوا منديل ونقضيوا حسيلوا ونشموا ريحة تونس الكلنا مع بعضنا. بي في فيديو اليوم انتم حاجتين طلبتوهم مني. أول حاجة هي طريقة تقديم طاولة مزيانة وكما متاع راس العام. اليوم بما أنه خويا مازال كيروح لتونس حبيت نفرح به ببغانش تحفون، دونك قلت خليني نشارك معكم طريقة التحضير. أي كماما ربي فضلها ويعطيها صحة لبدين، قامت الصباح عملت لنا الملاوي، وأنا هاني باش نحضر الطاولة. أول حاجة هاني باش نعمل صحين مالح كما شفتوا، هذاك السيرفيس كما حكيت لكم عليه هو نفسه نستعمل فيه، وماكم تعرفوا هذه اللي توا قاعدة نحط فيها أنا في جبن، خذيتها ب6500 من عند النصاب اللي مقابل ما صحة العمران. البنات راهم يسميوه، هو اسمه بوليكلينيك العمران، اما في تونس يعرفوه بالمستوصف، مستوصف العمران. هو فما واحد بركه راه فماش برشا، دونك هذيك خذيتها اللي حنحط فيها انا توا ب6500، والبيضه اللي فيها حقه الريغوتا والمعجون هذيك ب7500. ما فهمتش علاش كل وحده عاملها بسوق. هاكا الجامبون هذيك عندنا جوز انواع، جامبون فومي دو داند ودو بولي، هاكا انتم تفننوا كما تحبوا. انا الفكره اللي عملتها خذيت الباتوني الباتون هذيك وروليتهم وحطيت فيه كعبتي معناتها من الزوز انواع باش يجي هذاك صحن سالي. ديما ماذا بكم البنات صحن سالي وحده وصحن شاركوتري يعني وحده وصحن الحلو وحده. هذيك ما كملت حضرت الملاوي هاكا حطيت في الصحن الكبير الملاوي، تنجموا تحطوا زاده فطاير، تعملوا اللي تحبوا عليه. احنا اليوم باش نوريكم شنو الموجود اللي انا خدمت به. دونك عملت الصحن هذاك تاع الشاركوتري، والصحن الاخر باش نحط فيه زبده ومعجون وعسل وزيت زيتونه وريغوتا. فوالا هاكم حطيتهم في القلوب هذوكم، زيد شريتهم من بومنديل البنات، يظهر لي باكو فيه 3 كعبات ب6000. هاكا واحدة حطيت فيها زيت زيتونة، واحدة حطيت فيها عسل، واحدة باش نحط فيها زبدة، ومعاهم معجون وريغوتا وشامية. البنات هذيا نفس السمون فومي اللي خذيته مرة اللي فاتت في البروموسيون من جيان، كيما ريتو في الفلوغ متاع البارح مشينا لجيان عاودنا خذينا منه. هاكا كملت حطيته في الصحن هذاك، نجمو تحطو جبن جيرفي اي نوع متاع جبونات تحبوا عليهم. وهذيك عملنا هاكا اوف سوغ لو بلا وحطينا معاه شويه فروماج غابي، وباش نزيدوها هاكا دونك فوالا. هذه هي البنات حاجات بسيطه
وبعد تطلع طاولة مزيانة برشا، ما حطيتها هكا الياغورت، حطيت شوية غلة، شوية شوكولاتة اللي كتب من ربي، هذيك زيدة حكت نوتيلا، حكت ميلكا مش نوتيلا، بعثت هنا تتانيد يا ربي فضلها. شنو آخر؟ الماء هاكم تشوفوا حاسيلو، هذيك السيرفيس ياسر مثخم، ما حاسيلو فرحة بيه مش نورمال، هو بالحق ياسر مثخم السيرفيس. أم كلثوم لبنات الباج فيسبوك متاع حانوت في سوق سيدي بومنديل، هاو مازال كعمل الباج، اتون خليلكم اليام متاعها في البغدان فوق. فولا هذيك الكرواسون والخبز هاوكا سخنو، شنعبي الكغاف بالماء معها دبيب زاجو، شوية ياغورت، الحليب والقهوة بالطبيعة، وشوية حسيلو تريف تريف من كل حاجة، تطلع طاولة مزيانة تعشق راهو البنات. ما هيش حكاية تكاليف، حكاية ذوق وكها. ومع الشميعات بالطبيعة تعرفوني أنا توستنستو بيعات، كل طاولة لما نشعل فيها الشمعة بالحق تعطي ياسر رونق للطاولة. هكا هاو البنات، هذه هي كانت طاولة اليوم، بسيطة برشا، إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا كان يعجبوكم أنواع الفيديوهات هذو ما قولوا لي تنزيدكم منهم، وإن شاء الله ديما عامرة في الخير، اللهم أدمها نعمة واحفظها. شنو الساندويتش اللي عملته لنا؟ خبز ملاوي بالسمون. هي ما صارتش حتى في أرقى بلدان العالم، خبز ملاوي بالسمون. بعد كي ما عادش ملك حكا هكا بيه. يا مامي انتي تحب مامي، انتي تحب مامي، انتي تحب مامي، انتي
لك يقولوا لك راك باش تهب من الكهرباء ماكش هابط. هذيك هي انا تاو فرده فرده على كلون لون يا كريمه وماشي ندير ميتي. Happy birthday to you. 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 اقعدوا تنسلموا اقعدوا راحتك شكون؟ سمي معايا نسيت هذيك الروجه نسيت نفكر دور في دار حتى عروسي اي حتى عروسي هذه الدار تعرفها انا هي دار القارسي دار اسمهم ما هو هذوما دار شكون دار الخياطة الخياطة اي خياطة هذيك دار ليلى هذيك كانت دار ليلى بالضبط سبحانك يا ربي ما تبدل ما يسكن فيها حتى حد حتى البيب ما تبدل قدم قدم امير خلينا نشوف البيب هذي انا دار هذي اول دار سكنتوا فيها لا ها ثاني دار ثاني دار وقت عمري انا حاسين نكون عام ولا عام انا عام انا عام عام 70 سمعت ليه هذي دار